السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. بشكركم من كل قلبي على كل حد بيحبني بجد، على كل حد بيكتب لي كومنت حلو، على كل حد بيحط لي لايك حلو منه. بشكركم من كل قلبي يا اغلى ناس في حياتي. فيديو النهارده هيكون فيديو لسيده تركيه بتعلم ابنائها كده النظام الجميل وحاجات حلوه جدا جدا، بتعلم كمان بناتها ان هي تعتمد على نفسها شوية. هي ام لثلاث اطفال، بنتين زي ما انتم شايفين وولد، ما شاء الله ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويخليهم لها ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. هنا كده مقطع بسيط من اول يوم العيد وعاداتهم وتقاليدهم، بيعملوا ايه اول يوم العيد مع اهاليهم كده او مع مامتهم وكمان باباهم. في فيديو تاني برضو هتشوفوه في الفيديو ده لباباهم هو كمان. حابة منكم، عايزة منكم لايكات كتير كتير كتير، اثبتي وجودك يا غالية باللايك وكمان الكومنت. كومنت محفز منك. ولو انت اول مرة بتشوفي القناة عندي، ياريت تنضم لعيلتي الجميلة الحلوة وتشتركي في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني. طبعا كده زي ما انتم شايفين هنا في الاول كانت بتعلمها ان هي ازاي تقور البتنجان او البيزنجان، فبتعلمها ان هي يعني طبعا البتنجان لما بيجي يتقور وكده فطبعا بيكون فيه خطر، لان هي بتبقى ماسكة اداة اللي هي بتاعت تقوير البتنجان، فبتبقى ساعات حامية. فطبعا هي مدياها حاجة بسيطة ان هي بس تتعلم بحاجات بسيطة زي ما انتوا شفتوا. هنا ده كان تنظيمها او ترتيبها للهدوم او البطاطين او الحفه بتاعت اولادها. فكانت جايبه المنظمات ديت، هي كانت حاطه الهدوم دي في الدولاب عادي، ولكن جابت المنظمات دي جديده، فقالت هحطهم بقى، هطلعهم واحطهم في المنظمات اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده عنتهم. هنا كمان المنظمات اللي هي بتاعت الهدوم بقى اللي هي بتستخدمها عادي في الصيف وكده. عايزة اقول لكم ان المنظمات دي اكتر من رائعة، بتلم الدنيا، بتحسي ان كل حاجة كده منظمة وكل حاجة في اماكنها. يعني زي ما انتوا شايفين حطت الاسكارفات بتاعتها وحطت البضاهات بتاعتها وحاجتها، كل حاجة مخصصة كده في مكان. وكمان لو تلاحظوا في سجاد الصلاة اهوت حطته كمان في المنظم الحلو ده. بعد كده بقى ده يوم كده، اليوم اللي هو بتاع العجين اللي هم بيعجنوا فيه. بتعمل كده عندها الفرن اللي هو البلدي العادي. فزي ما انتوا شايفين كانت عاملة كمية كبيرة من العيش، لان كانت المفروض ان هم بيعملوا كمية العيش دي قبل العيد، وكمان بتدي منها لمامتها وبتروح كده تقضي يوم في بيت العيلة. بس طبعا هي بتعمل الاول العيش ده زي ما انتوا شايفين كده اهو، وبعد كده هتوديه في الفرن. مين فينا مش بيحب العيش الجميل ده وبيحب الفران اللي هي البلدي؟ بجد بتطلع الحاجة ليها مذاق تاني. يعني انا عن نفسي بحبها جدا جدا وبحب الفران دي. اللي زي تحت يكتب لي تحت في الكومنتات ان هو برضو بيحب الفران دي وكمان بيحب العيش بتاعها، او التسوية بتاعته على كل حال. يعني على كل حال يعني مش شرط العيش بس. زي ما انتوا شايفين بقى هي عندها مكان كده بتغبس فيه، او عندها زي فرن يعني ايه جنب البيت او في مكان فيه جراج بتخبس فيه العيش بتاعها. هنا بقى كمان بتعلم اولادها، حلو جدا ان هي تعلم اولادها الاعتماد على النفس، ان هم يعتمدوا على نفسهم في كل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده يعني اولادها جايبين الاكل من المطبخ فبيساعدوها او بيساعدوا مامتهم، ودي حاجة كويسة جدا لما احنا كلنا نعلم اولادنا ان هم يعتمدوا على نفسهم شوية، بيكون عندهم كمان نوع من النظام والنظافة، وكمان ان هم ما يتعبوكيش وما يرميش كل حاجة في مكانها. يعني ممكن مثلا سيدة دلوقتي تشوفني او ام تشوفني تقول لي ايه ده، هي بتعلم ولادها ايه ده، لسه صغيرين. لما يكبروا شوية صدقوني كل ده هينفعهم، وهيفتكروا ان ماما علمتهم حاجات كويسة ما تعبوش لما كبروا. كمان هنا بتعلمهم النظام وبتعلمهم الصلاة، دي حاجة كويسة جدا جدا لما تعلمهم من صغرهم على الصلاة وقراءة كمان القرآن علشان خاطر
يطلعوا كده كويسين ومتدينين. هي مامتهم كمان تحس كده ان هي متدينة شوية، فانا حبيت ان هي فكرة ان هي تعلمهم او تعودهم ان على الفرض، لان ده الفرض بتاعهم. فانا اتبسطت جدا وحبيت كده. عايزه اقول لكم انتوا كمان لو انتي بتتفرجي عليا دلوقتي وعندك اولاد صغيره، افتحي لهم الفيديو وخليهم يتفرجوا عليه، وخليهم يتفرجوا على حته الصلاه دي. الاطفال احيانا بتغير من بعضها، او بتبقى عايزه تعمل يعني زي الطفله اللي قدامها او زي الطفل اللي قدامه. المهم ان احنا يعني نقدر ان احنا نعلمهم ولو حاجات بسيطه لو هما لسه صغيرين. طبعا انتوا شفتوا برضو بتعلمها دي الكبة، فكانت بتعلمهم هي بتتعمل ازاي او بتساعد مامتها يعني. فهنا برضو هي بتقول ان انا مش معنى ان انا في البيت وقاعدة في البيت وبعلمهم كل حاجة، وحتى الولد كمان بتعلمه، مش معنى كده ان انا افضل قاعدة، لا انا بخرجهم عشان اطلعهم من مود حلو كده، خليهم يبقى مودهم حلو، وفي نفس الوقت بتطبخ لهم وبتعمل لهم حاجات حلوة وبتاخده لهم معاها في الجنينة. هنا كده زي ما انتوا شايفين كانت عاملة اللي هي الساعة والطبلهات اللي على الحيطة، فحبت ان هي تشيل الستيكر بتاعها من على الحيطة وهي معاكو يعني. وهي كمان عايزة اقول لكم ان هي بتحب جدا جدا عارفين السكارفات اللي هي بتبقى لابساها، او السكارفات اللي السيدات التركيين بيكونوا لابسينها. هي بتحب كده تعمل لهم زي نظام لولي من تحت، او خرز بسيط كده من تحت زي اللي انتوا شايفينه في السكارف بتاعها ده كده. فهي قاعدة كده في وقت فراغ بتقعد تعمل كده. هنا بقى دي لمة العيلة، ودي خروجتها لعيلتها، هي دول اهلها. هي سيدة من اسرة بسيطة، وزي ما انتوا شايفين هما ناس بسيطة جدا وقاعدين بياكلوا مع بعض ومتلمين لمة العيلة. نبي عربي يا جماعة، قاعدين على الارض عادي جدا، مش لازم سفرة وهيصة وحاجات كده. هنا بقى كان ناس كتيرة طلبوا منها ان هي، طبعا هي محجبة، فكانوا عايزين شكل الحجاب بتاعها او طريقة الحجاب بتاعها اللي هي بتعمله ازاي. فزي ما انتوا شايفين دي طريقتها، طريقتها بسيطة جدا جدا. هو عامل زي الخمار كده، هي طرحة كبيرة بس بتعملها زي معاملة الخمار يعني، بتكون طويلة من قدام وفي نفس الوقت كده بتكون عاملة على الدقن. بصراحة مش عارفة اسمها ايه عشان يعني مفتيش كتير في الكلام، وحد يخش يقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده والكلام ده. فهو حجاب بسيط حلو جدا عليها. فهي جابت لكم اكتر يعني الطرقتين، او الطرقتين بتوعها اللي هي بتستخدمهم او اللي هي بتعملهم. ممكن يكون حد دلوقتي بيتفرج على الفيديو وعجبه شكل الحجاب بتاعها، فاخده فكرة وجربي عليكي، مش هتخسري، ممكن يطلع عليكي شكله حلو وشكله شيك احسن من الطرحة او السكارف اللي انت كنت بتعمليه. هنا بقى كانت جايبة هي فوط جديدة، فوط اللي بتلمع الإزاز، فهي كانت بتجربها بس مش روتين ليها ولا حاجة، ولكن هي كانت بتجرب الفوط دي وبتشوفها هل هي دي نوع الفوط، بتشوفها هل هي نوعها حلو ولا وحش. وكانت بتقول ان هي طلعت فعلا جميلة. كانت جايبة فوطة واحدة، بعد كده جابت طقم اللي هو يعني التلاتة. هنا بقى هي كانت بتعمل لهم نوع حلويات، بس بصراحة هي مكانتش قايلة النوع الحلويات اللي هي بتعمله ده ايه، وفي كمان مكسرات. اللي يعرف تحت يكتب لي تحت في الكومنتات، لان زي ما قلت لكم ان انا بحب اكتسب خبرات كتيرة او يعني حاجات كتيرة من ناس كتيرة، حتى لو انا معرفهاش بحب ان انا اعرف ده ايه وده ايه، واكيد انتوا كمان زيي. فاللي يعرف هي كانت عاملة ايه بالظبط اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان بصراحة مش عارفها. بس يعني اللي انا فهمته هي حطت سكر وحطت عسل اسود وحطت جوز وحطت مكسرات، هي حاجه عامله زي الخشاف كده، بس حاطه فيه مكسرات. اللي يعرف بقى يكتب لي تحت في الكومنتات. هنا بقى ده والدها او باباها او زوجها، وهم برضو بيعيدوا على باباهم.
فده طريقتهم برضو هناك كسيدات تركيين. مش عارفة اللي عنده كده برضو يكتب لي تحت في الكومنتات في كل بلد لو في عندك كده بتعملوا كده في العيد، اكتبوا لي تحت في الكومنتات علشان نعرف. وقولي لي كمان يا غالية انت منين، البلد بتاعتك ايه، عشان نكون عرفنا البلاد كلها او لفينا في البلاد كلها وعرفنا عاداتهم وتقاليدهم ايه. لحد هنا من الفيديو حبايب قلبي، يكون الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيدة التركية اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، وأشوفكم الفيديو الجاي، وين على السلامة.